بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وقلنا أسبغ أي أتمها إتماما يستوعب كل حركة حياتكم ويمدكم دائما بمقومات هذه الحياة، بقاء الإنسان وبقاء النوع. كل دي مفيش بقى في حاجة ناقصة. ليه؟ لأن الذي خلق يعلم كل ما يحتاجه من خلقه. وإذا كنا نرى قصورا في شيء فالقصور في أننا لم نستنبط، إما أننا كسلنا فلم نستنبط، أو جدينا واستنبطنا ولكن شحينا بما استنبطنا. ولذلك تجد آفة العصر الحديث في العالم كله قوم متأخرون لأنهم كسلوا عن الاستنباط، وقوم لم يكسلوا بل جدوا في الاستنباط ولكنهم ضنوا بثمرات جدهم على الغير، وربما أخذوا ثمرات ما استنبطوا وألقوها في البحر أو أتلفوها. يبقى آفة العالم كله في إيه؟ في إن مش مفيش لا فيه، بس أنت ما جددش في أن تستنبط أو شحت نفسك بما استنبط. ولذلك يوجد ما في العالم من خلل. الحق سبحانه وتعالى حين يقول وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة ما تقدرش تنكروه. هل تنكرون أنه خلقكم وخلق لكم أزواج ومنها تتناسلون؟ هل تنكرون أنه خلق السماوات بما فيها من الكواكب اللي بتضيء لنا وتدي لنا مش عارف إيه، الليل والنهار، منامكم بالليل؟ الله، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. الله، تنكر دي يجي نعم ظاهرة. وفي نفسك أتنكر أن الله أمدك بحواس لكل حاسة مجالها عشان تجتمع مجالات الحواس وتؤدي لك مهمة الوجود كله؟ أمدك بحتتين زي الإزاز كده شبههم إيه لك هذه، وأمدك بلسان يتكلم، وأمدك بلسان يذوق، وأمدك بأنامل تلمس وتدرك الأشياء، تقول دي نعمة ودي خشنة، لا دي أنعم، دي إيه اللي خلاك تعرف دي أنعم ودي أنعم. وإحنا قلنا لما تدخل على محل قماش تشتري قماش تقوم تجيب القماش بين أناملك تقول لا دي تخين شوية ده أرق. طب بأي شيء أدركت إن ده تخين وده كده بأناملك دي؟ الله، إيه الإحساس دي؟ طب تشم الريحة، طب إزاي تشمها؟ ومن العجيب إنها بعد ما الأشياء تفوت منطقة الذوق يستوي المالح ويستوي الحلو ويستوي الحار ويستوي الشطة، كل عد بعضها بس تجاوز الايه؟ المنطقة دي. انت في حاجات تدركها وفي حاجات ما تدركهاش، وكل يوم يأتينا العلم بجديد في نعم يظهرها لنا. في غدة قد كده عمال تعمل مش عارف ايه، وغدة قد كده، ده لما حبوا يعملوا حاجة تصفي الدم من البولية اللي فيه، تصفي الجسم من البولين اللي في المية وفي الدم عشان يبقى دم نقي، أول ما عملوه عملوا حجرة قد نص المسجد ده عشان تؤدي وظيفة اللي ايه؟ الكلية اللي قد كده. والكلية اللي قد كده تبين ان فيها مليون خلية، قد كده فيها مليون خلية، ده أرقام كده. ازاي بس تسعى أرقام؟ ويقول لك بس المليون خلية دي ما بيشتغلش منها إلا 100 بس، تشتغل 100 وتقوم 100 تانية تقوم. ولذلك هو الفشل الكلوي يعني إيه؟ 100 كانوا بيأدوا مهمتهم وبعدين انتهت المهمة قبل ما 100 التانية تتنبه. الله،
وعملهم كليتين، هل كل كلية بتخدم نص الجسم ولا الكلية الواحدة بتخدم الجسم كله؟ كله. الله، شيء هندسة. ادي نعمه ظاهرة وباطنة. باطنة بقى في الاشياء اللي العلم عمال يبتكرها لنا قدام. كنا زمان ما نعرفش حاجة اسمها الكهرباء، مش كده؟ وكنا زمان بنجر كل حاجة بالمواد والمواشي، كان او الراجل من دول يشتلر دب على ظهره، مش كده اللي كان بيحفل؟ وبعدين بس لان واحد كان عنده حته خشبه كده ومحطوطه على البتاع وجي يشده عشان يشيله على ظهره، قام مشي وياه. قال الله، بتاع دي لما تدور كده تسهل. فعمل العجله، بعد ما كان بيشيل الدب يحط على العجله دي 10 دب ويعملهم كده تنشد. اهي كان نعم موجوده. اهي البتاع اللي ضارت ده تحت البتاع دي. الرجل اللي اخترع البخار، شوف بقى، اخترع البخار، عمل عصر البخار كله. الله، اللي شاف الكهرباء، اللي جاب الذره، كل دي كانت نعم ايه؟ نعم مستوره. وبعد ذلك نشاط العلم اظهرها. ولما تيجي تحسب اللي نشاط العلم اظهره من نعم الله في الكون، وجدوها 3%، و97 جت بالصدفه. تعبين نفسهم في حاجة، ربنا ادهم حاجة. ولذلك احنا قلنا اسرار الله في كونه بنعمه لا تتناهى. امته بقى تقول لك اللي حطته في الارض من الاسرار ادى بقى مهمته؟ يقول عليه ايه؟ حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا كأن لم تغن بالحق. خلاص انتهت المسألة. وبعدين يقولكم انتوا شفتوا آيات اللي كانت مستخبية واستوعبتوها في الدنيا دي كلها؟ تعالوا ما اوريكم بقى الآيات الكبرى اللي بعملها لكم بقى. الواحد منكم ياكل وما كانش يدخل بيت الماء يتعب. لا، هخليكم تاكلوا ولا تدخلوش بيت الماء، اخليكم تاكلوا ولا يبقاش لكم فضلات. الله، يتمر عليكم الاعوام ولا تسيبوش ولا تتقوسهم ولا مش عارف ايه وبتاع. الله، هيدينا بقى حاجات ايه؟ يبقى اذا نقول لهم ايه؟ انتم في الدنيا كنتم مع اسبابي، وانتم هنا معي انا. يبقى ما تعوزوش لا اسباب ولا اي حاجه ولا شمس ولا قمر ولا مش حاجه من دي خالص ابدا. ليه؟ لانكم مع مين؟ مع المسبب. وبعدين تكبروا؟ لا، مش هتكبروا، هتفضلوا كده في سنكم مش عارف. الله، اذا دي حاجات تانية كبيره قوي. يبقى اذا لما يجي المخترعين يخترعوا لنا اشياء نقول له هم كانوا مؤدبين وقالوا اكتشفنا، ما قالوش اخترعنا. ولذلك اللي يقولوا اخترع يقولوا لا، اتأدب، انت اكتشفت. بس اكتشفت معناها انها ايه؟ انها كانت موجوده بس انا علمي ما وصلش ليه. فاذا قعدت انا بالعلم اخد المقدمات واستنتج نتيجة، يبقى ده المكتشف. مرة المقدمات مش هنا، ادتني نتيجة حاجة كده في ارض السماء. ولذلك كلها جت ايه؟ يقولك جت صدفة. ليه؟ قالك لان كل سر لله في النعم الباطنة دي ميلاد. زي ما ده يولد هنا وده يولد بكره وده يولد بعده، كذلك لكل سر في الكون ميلاد. فان صادف بحثا منكم يا اهل الارض كاء ميلاده مع بعثكم، اللي هو 3%، وان جاء ميعاده وانتم لم تبحثوا، يقول لك حن على خلق واديها له صدفه بقى احسن، ده غبي ما وصلش لحاجه مش عارف، تقوم ياخدها ايه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يعلم ما أطمره في الكون من نعم غيبية ثم يكتشفها أو بالصدفة أو بالاجتهاد من البشر، بيجعل دي مقدمة لأن نؤمن بغيب الله فيما يخبرنا به، لأنها كانت غيبا ثم صارت إيه. فإذا حدثنا بقى إن فيه غيب نقول إيه، وما كانت غيبة إيه، جت إيه، يبقى أنا اللي مش عارف. ولذلك في فرق بين غيب له ميلاد
إما باجتهاد البشر في المقدمات ليصلوا إلى النتائج، وإما بأن نصادف ميلاد السر مع الله فيديها لهم صدفة حنان منه كده ورحمة. يقول له طيب تعالى بقى، ودي ليه؟ قال لك عشان إذا حدثت بغيب مش موجود دلوقتي يبقوا يصدقوني، لأن كان فيه غيب ووجد لهم بقى محتوس. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى في النوع الأول يقول ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. شاء أن يوجد هذا الغيب، كان في علم الله ومطمور في كونه، وبعدين شاء أن يظهر، فإن صادف بحثا يجي ويا البحث، ما صادفش يجي إيه؟ بدليل أنه نسب إحاطة العلم لهم، قال ولا يحيطون بشيء من علمه. أما العلم الثاني اللي ما حدش يوصل له، لا له مقدمات ولا ربنا هيتكرم عليه بنا لأنه عايل لنا في الآخرة، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. يبقى أدل إيه؟ أدل نوع. يبقى لله نعم ظاهرة ونعم إيه؟ طب هو أسمهم قسمين ليه؟ أما لك عشان الظاهرة تلفتنا إلى الإيمان بالله، اللي احنا زمان قلنا إن كلمة آيات تعني الأشياء العجيبة. آية يقول لك فلان آية في الحسن، فلان آية في الفصاحة، فلان آية في الكرم. إيه يعني آية في الكرم؟ يعني شيء عجيب يتلى والناس تتنقله. طيب الآيات قلنا ثلاث أقسام، آيات تلفت إلى واجب الوجود الأعلى اللي هي الآيات الكونية، ومن آياته كذا ومن آياته كذا ومن آياته كذا ومن آياته كذا، عشان تلفتنا إلى واجب الوجود الأعلى. وبعدين في آيات عجائب أيضا عشان تثبت صدق البلاغ عن الله اللي هي آيات المعجزات، وفي آيات تحمل الأحكام اللي هي الآيات القرآنية دي للحكم، وده الحكم وده الإيه وده الحكم. فالحق سبحانه وتعالى يترك في الكون آيات، ثم يدخر آيات تظهر فيما بعد، ثم يدخر ادخارا آخر بحيث لا يظهر إلا حين نكون مع الله في جنة الله. العلماء بقى يمسكوا بقى النعم الظاهرة ويقعدوا يعددوها، والنعم الباطنة ويعددوها. يقول لك نعم ظاهرة، انت لما تكون بتجاهد في سبيل الله انت بتعد ايه؟ بتعد ناس فتوات في الايمان، وبتعد لهم سيوف، وبتعد لهم خلية كبوهة عشان تنصر الدعوة، مش كده؟ وبعدين انت عملت اللي عليك، وهو يؤيدكم بجنود لم تروها. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم، مش كده ولا لا؟ وين تروحوا بقى ساعدوا؟ بيبقى في آيات ظاهرة اللي من إيه؟ اللي بنعملها، وآيات باطنة تانية. آيات ظاهرة ما تعطيه لنا الدنيا، وآيات باطنة اللي ربنا قايله. والرسول صلى الله عليه وسلم أحب أن يبين لنا أعظم آيات الغيب في الكون. إيه هي آية الغيب اللي في الكون؟ فقال صلى الله عليه وسلم للمؤمن ثلاثة هي له وليست له، يعني مش من عمله. أما الأولى يعني أول آية من الآيات أن المؤمنين يصلون عليه، مش بتاعته دي، جياله كده من الناس. وأما الثانية فلأن الله جعل له ثلث ماله يوصي به، ما يسيبوش للورثة يعني، جعل له، مع ان كان المنطق ان تتفتى بمالك حي، فاذا ما انتهيت يبقى مالكش حاجة، يبقى المال اللي يروح لمين؟ لربنا، يصرفه بالميراث اللي عامله، انما اباح لك ثلث المال وهو مش لك. ليه؟ لتكفر به عن سيئاتك وتطهر بها ذنوبك. وإيه التالتة يا سيدنا بقى اللي هي الله؟ وأن الله ستر مساويك عن خلقه. ولو فضحك بها لنبذك أهلك وأحبابك وأقربوك.
يبقى لما تيجي بقى تشوف الغيب المستور هو ايه؟ حجب الغيب عن خلق الله. وخير اي واحد منا كده نقول له أتحب أن تعرف غيب الناس ويعرفون غيبك؟ ما يرضاش. ولذلك يجي الرسول في حتة تانية يقول عشان تعرفوا نعمة ستر هذا عندكم إيه؟ لو تكاشفتم ما تدافنتم. تكاشفتم يعني كل واحد عرف اللي في قلب التاني. ما تدافنتم يبقى يموت كده ما يلاقيش حد يدفنه. كان بيقول عليا كذا وعمل كذا. سيبوا للكلاب تاكله هو يستاهل. الله لو تكاشفتم ايه ستر الغيب هذا عمل ايه في الكون ساعة الانسان ما يموت عيوبه ما حدش عارفها يقوم يجوا اعداؤه يشلوه على رؤوسهم ويدفنوه يروحوا يدفنوه. العدو اللي ما كانش يحب ايه ما يطيقش يشوفه يعمل ايه ساعة ما يموت خلاص محى الموت اسباب العداوة بيننا خلاص. وبعدين يروح يشيل النعش يحطه على كتفه كده ويروح يوديه. لو كان يعلم بقى الغيب اللي في قلبك كان يرميك جثة ولا يجي في ناحيتك. يبقى اذا ما انعم الله على عبيده نعمة اكثر من ستر غيب بعضهم عن بعضهم. واحنا بقى من غبائنا ننبش على الغيب ونقعد نتسلل على الناس عشان نعرف عورتها. طب ما دام تسللت على الناس عشان تعرف عورتها ما تسيب الناس برضو يعرفوا عورتك. وايضا فلانك لو علمت سيئه واحد ومعه الف حسنه لبصقت على حسناته للسيئه التي هي فيه. ويريد الله منك ان تنتفع بما فيه من حسنه فيستر عنك السيئه علشان تنتفع انت بالايه. يبقى عايز يسري ايه؟ يبقى عايز يسري نفعك. واسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ما معنى المجادله؟ الحوار في أمر بكل طرف فيه جنود، وهذا لا يؤمن بهذا وهذا لا يؤمن بهذا، فكل واحد يجادل. بس الجدل ده مرة نجادل بعض عشان نعرف الحقيقة احنا الاثنين. وهذا جدل يسموه الجدل الحسن، جادلهم بالتي أحسن. ما يبقاش عندك لدد كده وتجادل لمجرد الجدل. إن كنت هتجادل عشان تصل للحقيقة ده شيء آخر. دي اسمها المماراة، انه عايز يحكم ان الحق معاه. اسمها الايه؟ المماراة. دي بتمالي ولا تماري؟ الله. يبقى اذا ان كان الجدل عشان نوصل الى الحقيقة اهلا وسهلا، وهو ده الجدل اللي هيبقى بعلم وبهدى وبكتاب منير. لكن في ناس ألفهم إيه؟ ان يجادلوا في الايه؟ في الله. موضوع الجدل في الله ايه؟ أفيه إله موجود ولا مش موجود؟ أدي واحد. وإن كان موجودا أهو واحد أم متعدد؟ وإن كان موجود ومتعدد يعلم الجزئيات ولا الكليات ولا هو بس يعمل الكليات؟ وبيزاول الملك كل وقت ولا هو خلى النواميس والقوانين تعمل خلقها وخلاها تعمل وساب الناموس تعمل؟ نقول له يا سلام، كأن الله زاول سلطانه في الملك مرة واحدة. امال يبقى قيوم مع ايه بقى؟ ده قيوم معناها ان ايه؟ قائم على الامر كله. والدليل على ذلك ان هو يجي يروح خارق النواميس علشان يدي ايه لرسول في انه هو صادق في البلاغ عن الله. هل كان المفروض ان سيدنا ابراهيم حين يرمى في النار ان ربنا ينجيه من النار؟ طب من كان الغرض انه ينجيه من النار؟ ما مكن منه احدا يمسكه ولا ايه؟ طب لو كان المهم الانجاء من النار كان يخلوه كده لما يجي ويأججوا النار يروح بعد سحابه
وتروح طافي لهم النار ولا ايه؟ امال ايه الحكايه؟ لا ده هو عايز يفلت معجزه خارقه. المعجزه الخارقه انه يعمل ايه؟ يقول يقدرون على ان يمسكوا بابراهيم، لانهم لو ما قدروش يقول لك هو نفد منا بس لو مسكناه. لا يا سيدي امسكوه وبعدين ياخدوه ويجيبوا النار ويولعوها وياخدوه يرموه في النار، تقوم السحابه تيجي تطفي النار ويقول محظوظ. السحابه بقى جت في الوقت اللي قال لا ما فيش سحابه والنار تفضل متاججه وتيقوا كده وترموه في النار. بس ربنا خالق النار وقوه احراقها يقول لها يا نار كوني بردا وسلاما. إذا مش القصد أن ينجي إبراهيم، إنما القصد أن يكبت خصوم إبراهيم، ما يتركش لهم فرصة علشان يضحكوا على الناس. لو هرب يقول لك هو هرب وناس قعدوه حاكم هنا ده طابور خامس، عرفوا أننا هنعمل مش عارف فيه فهم هربين. الله التاني السحابة جت ده من الحظ، يبقى دي كان من الخيانة ودي من الإيه؟ من الحظ. لا يا اخوة خليكم وامسكوه وارموه كل حاجة، بس ربنا خالق النار يقول لها ايه؟ كوني بردا وسلاما على ابراهيم. ولذلك ينقل الشيء من الضد الى الضد، يضرب البحر المية يبقى كل فرق كالطود، المية تبقى جبال، جبل هنا وجبل هنا. قالوا يضرب الحجر ينفجر منه 12 عينة. ايه المسألة دي؟ مسألة بتاعتنا. نعم. يجي بقى يجادل في الله بغير علم. ايه العلم؟ ما هو العلم؟ العلم ان تعرف قضية، هذه القضية تجزم به، ولما نيجي نشوفها واقعة ولا مش واقعة نلاقيها واقعة، وتقول لي دلل عليها ادلل لك عليها. يبقى العلم هو ايه بقى؟ قضية مجزوم بها، انت جازم بها وجزمك في محله لانها واقعة وتستطيع ان تدلل عليها، والدليل عليها كذا وكذا بقى علم. طب ان كانت القضية انت جازم بها ولهش واقعة مش حاصلة يعني، يقول لك اهو ده الجهل بقى. يبقى الجهل مش انك ما تعرفش، ان تعرفها غير واقع، قضية غير واقعة. ولذلك الام ما يعرفش، انما الجاهل يعرف قضية معكوسة. يبقى الجاهل يتعب ولا الامي؟ ليه؟ لانه عنده قضية باطلة وانت عايز تطلع منه القضية الباطلة عشان تدخل له قضية. لكن الام تقول له القضية لمن عندوش ايه، مش مشغول بقضية تانية. طيب يبقى العلم بقى علشان بغير العلم، عشان العلم أن تعرف قضية وتجزم بها والقضية واقعة وتستطيع أن تدلل عليها. مثلا اللي جزم بأن الأرض كورة قضية، وجزم بها من قبل ما نشوف صورتها في بالأدلة اللي هي تجربة ولاس وتجربة مش عارف وظهور أعالي الأشياء قبل أشكلها، الأدلة بتاع زمان، وجزمنا بها وإذا الأرض كرة. وبعدين بقى لما جينا في عصر الفضاء وصورنا الأرض لقناها إيه؟ لقناها كورة. يبقى فيه أدلة أثبتت وفيه واقع بقى محس. حد يقدر يجادل فيه دي؟ ما حدش يقدر يجادل فيه. إذن ده يبقى علم. العلم قضية مجزوم بها وواقعة وعليها دليل، انتهى. فإن كان مجزوم بها وغير واقع يبقى ده الجهل بقى. طيب يا شيخ القضية مجزوم بها وواقعة بس انت ما تقدرش تدلل. الولد الذي علمناه الله أحد، قضية استقرت في ذهنه الله ايه؟ علشان مدرسه قال له وابوه والناس اللي بيحبوه بنتيجة تغريبهم الله احد، انما هل يستطيع ان يدل؟ فيقول الله احد قضية
والواد خلاص بقت عقيدة عنده مجزوم به الله وواقع صحيح ربنا واحد، إنما هل يستطيع أن يدلل عليها؟ ما يعرفش، لما يكبر يعرف يدلل، إنما يدلل من لقنها له وهو مأمون على التلقين. يبقى إذن القضية العلمية لازم تكون قضية مجزوم بها عند قائلها وواقعة، يعني الجزم ده صح موافق للواقع وتستطيع أن تدلل عليها، يبقى ده العلم. العلم بقى له أنواع، في علم اسمه العلم البدهي، بدهي يعني من البديهة كده مش عايز إلا ساعة ما يقولوا فلان مريض وبيحتضر وروح شوفوه وبعدين نروح نلاقيه بيتنفس نقوم نعلم بالبداهة انه لسه ايه؟ انه لسه حي مش عايزة حاجة، يبقى بالبداهة الواحد نصف الاثنين، دي انا عايزة دليل مش عايزة دليل، واحد نصف الاثنين الله، يبقى دي اسمه علم ايه؟ بدهي. واذا نظرت الى معلومات الارض كلها تجد ام هذه المعلومات البديهة. انتوا طبعا منكم اللي درس هندسة وعرف النظرية الاولى والنظرية المية والنظرية المتين وحسب بقى عمره العقلي وحسب سنته الدراسية، لما جينا ندلل على النظرية الاولى ان لو التقى مستقيم كده مستقيم اخر يوم يعمل زاويتين ايه قائمتين، وحب ايه يدلل عليه، طب الدليل عليها ايه؟ قال لك بديهية بليفير وبعدين القضية اللي خدناها من البديهية استعملناها مقدمة في اثبات التانية والتانية في التالتة والتالتة في الرابعة والرابعة في الخمسة، يبقى لما تيجي للنظرية مية على فرض انهم مية نظرية يبقى جت منين؟ من النظرية 90 و90 جت من 80 و80 جت من 70 و70 ومش عارف ايه لحد ما انتهت الى ايه؟ الى امر بدهي في الكون. يبقى اعقد النظريات كلها بالامر الايه؟ البديهي المنطور في الكون. بس مين يلتفت الى هذه البديهة؟ قال لك وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. لو ما اعرضوش وقعدوا بقى يتاملوا كده فيها ويشوفوا هيطلعوا منها الايه الاشياء الايه العجيبه. يبقى الحق سبحانه ادي العلم الايه البدهي. في علم مش بدهي جاي لك بالوحي، ام قال لك اللي جاي لك بالوحي دي ما ادلكش مرحلة عشان تعمل بها أولى وتانية وتالتة ورابعة، جاب لك الحكاية جاهزة. وجابها لك جاهزة ليه؟ علشان ما اختلفت فيه الأهواء. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.